عسل، من سمعتي قرار الإفراج هذا اليوم شلون كان؟ احكي لي من دخلوا عليك وقالوا لك حرية. إرهاق صراحة، ما تنسيها اليوم. أوه كان فشي كلش حلو، إطلاق صراحة إطلاق صراحة كل هالصيح. إي بس من تعرف شنو، من صار إطلاق صراحة صارت هيج الناس كلها التمت علي، كانت ناس رايدتني يعني أدافع عنها، أكو ناس كانت طالب أبسط شي بأنه بالمرحمة، كانت ناس يعني ناس كلها تسلم علي عسل مو تنسينا، طالبيننا بالعفو، طالبيننا بالمرحمة، خلي الدولة تباوع علينا بأنه إحنا أوكي إحنا تأذينا، إحنا يعني إحنا سوينا غلط، إحنا سوينا فد جريمة، إحنا أخذنا حقنا، ويعني الاعتراف بالذنب فضيلة، بأنهم معترفين بذنبهم، بنفس الوقت أحكامنا كلش قوية، صارمة، قانوننا صارم. أنا هسه فرحت إني أسمع منك هذا الحكي، لأنه يعني أنا من الناس اللي كنت أشكك أحياناً، أقول إنه لأنه أسمع أقول إنه ممكن إنه ما يتنفذ القانون على كل الناس، لكن أنت تأكدي لي إنه أنت أي عندك ألم، حسب تجربتك أنت عندك ألم، أكو أحكام عندنا توصل 220 سنة، أوف، اكو 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 نزيله 200، اكو 150، اكو 140، اكو 58 سنه، اكو 38 سنه، يعني احكام اكو 52 سنه، او واي واي اتذكر احكام كل ثقيله. بعد ما قالوا لك افراج رحتي اخذتي غراضك مو من الامانات او هيك شيء، التليفون وهاي، وين رحتي وراها؟ كنت كلش خايفه اطلع اواجه الشارع، هو هنا يمكن تحدي اكبر من السجن. احنا مجتمع يوصم بنظره عار، بنظره حتى لو هذا الشخص، يعني انا اريد اقول للناس انه الشخص ايا كان عسى ما هي سفاحه، هي انسجنت وتعاقبت والقانون حكم واخذت الحكم وسمعتوا عن تجربتها، فسامحوها او على الاقل لا تتنمرون، لا تسمعون حكي، لانه هي اخذت عقوبتها. الدور الباقي على اللي مسوي مليون شغله وحر طليق وما حد يمه وبعدهم ما واصلي له. عموما احكي لي، كنتي خايفه وراها سويتي؟ وين رحتي؟ كنت خايفه طلعت، كنت خايفه اوصل بيتي، كنت خايفه اطلع الشارع، كنت خايفه اواجه كل شيء، وهسه وبعد هسه وبعد اني حد ما انت لذلك صابغه شعرك ومسويه تجديد بالشكل حتى ما يعرفوك. كلش خايفه بانه التقي بالناس، خايفه من الاسئله اللي راح تواجهني، يعني حتى الشغلات اللي نشرت اخاف ارد. صار عندي خوف بداخلي. يعني احد المواقع وانتشر كلش هذا الخبر، انه انتشر خبر انه راح تنتقمين من كل اللي ظلموك. لا هذا الشيء انت ما قايلته، انت هاي الظهور هو اول ظهور لك واول تصريح لك بعد السجن. أنا ربي هو المنتقم. اي اني ما راح اخذ حق من اي بشر.